السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مجددة إلى كل أحبابي المتابعين في حلقة جديدة ومنظر طبيعي جديد مع المناظر الطبيعية ورسم المناظر الطبيعية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا رسم الجبال في المناظر الطبيعية، فشدوا معي الرحال أحبابي وتابعوا معي. لاحظوا أحبابي قطعة القماش الجميلة اللي غادي نبدا الرسم بها السحب، ولاحظوا طريقة ديال وضع القماش والكيفية ديال رسم السحب، طريقة سهلة وبإمكانكم أحبابي تستعملوها تغنيكم عن الفرشاة. طريقة سهلة يا أحبابي، كنحط القماش بطريقة سهلة وكنحاول نلعب به في حركات دائرية ومبعثرة كالعادة، ثم كنصنع يعني زوايا ديال السحب متكتلة كيف ما كتشوفوا أحبابي. حاولوا تلاحظوا وتتبعوا المراحل ديال الرسم. الآن غنحاول نعطي إضاءة من كل جهة للسحب من الفوق باللون الأبيض وبالفرشاة، ضربات غتعطيني اللون الأبيض والإضاءة لكي يظهر تدرج اللون الأبيض بطريقة يعني مضيئة ولامعة كيف ما كتشوفوا أحبابي. الآن تأطير الجبال، لاحظوا بالفرشاة والصباغة جبال رائعة. ثم كنبدأ في ملء ألوان الظل بالبداية اللون الأسود والأخضر، لاحظوا درجة اللون الأسود والأخضر في الأشجار على أقصى اليمين، لاحظوا لون يعني بين لون الأخضر والأسود. ثم كندير فراش للمروج تحت، الآن اللون البنفسجي والأزرق، وغادي نحاول نوزع اللون على الجبال بطريقة يعني منظمة، ما غاديش نعمم اللون على سائر الجبل، ولكن الزوايا اللي فيهم انعكاس اللون الأزرق غنعطيهم الظل باللون الأزرق. لاحظوا ما غاديش نعمم اللون لأن هاد الجبال متنوعة الألوان، لها انعكاسات ديال المنظر اللي يعني مصورة به، كاين انعكاسات ديال الألوان. لاحظوا في الزوايا اللي درت الآن الأزرق والبنفسجي، ولاحظوا درجة اللون الأزرق والبنفسجي. الآن الأخضر ضفته على اللون البنفسجي وغنوزعو ك يعني دعامة للألوان الأخرى باش يبقى اللون الأزرق متداخل مع هذا اللون، لون أخضر واللون اللي درت الأول البنفسجي والأزرق. لاحظوا الدرجة اللي عطانا والدرجة اللي بانت، كيبان التناغم اللوني رائع ما بين كل كتلة من التظليل في الجبال. الآن بنفس اللون كنضيف عليه الأزرق والأبيض، كنفتحو وكنديرو كإضاءة، ثم ما تبقى من الحشائش والمروج والأعشاب والأشجار باللون الأسود والأخضر. التفاصيل الآن ديال الثلوج والانعراجات ديال الجبل، وبداية اللون الأبيض مع خليط طفيف للون الأزرق والبنفسجي، ولكن يظهر اللون الأبيض ساطع واللون الأزرق والبنفسجي خفيف في إدماج اللونين. لاحظوا درجة خفيفة، وبعد ذلك غادي نحاول ما أمكن نضيف اللون الأبيض خفيف كذلك بتدرج بزيادة اللون الأبيض. لاحظوا كيف يتغير اللون الآن، ولاحظوا طريقة عمل فرشاة الأنجولو وضربات الفرشاة لكي أحدد الانعراجات والثلوج في الجبل وزوايا الإضاءة في الجبل. لاحظوا الوضعية ديال الفرشاة وطريقة العمل ديال اليد في يعني تحديد لموتيف والانعراجات في الجبل. لاحظوا كيفاش كنلعب بالفرشاة، لاحظوا طريقة ديال عمل الفرشاة، لاحظوا أحبابي بدقة كيف أضع الفرشاة وكيف ألعب بها لكي
أصنع مثل هذه التحديدات أحبابي، زوايا فيهم الإضاءة والثلوج والانعراجات باللون الأبيض وخفيف البنفسجي والأزرق. لاحظوا الإضاءة كيفاش كتظهر شيئا فشيئا بضربات ذكية ومنظمة، ونحاول ما أمكن نبدل الفرشات ونحاول نطويها ونقلبها بشكل ذكي وبشكل احترافي. أحبابي لاحظوا كيفاش كنلعب بالفرشات وكيفاش كندور الفرشات أحيانا باش تعطيني الموتيف مع لسعات خفيفة للضربة. لاحظوا أحبابي وأمسك الفرشات بليونة، لا أضغط عليها لكي تعطيني مثل هذه التحديدات. حاولوا أحبابي تعاملوا مع الفرشات بشكل ذكي لكي تصنع لكم مثل هذه التحديدات. وأقول دائما نحافظوا دائما على واحد المساحة ديال اللون ديال الظل باش يبان التناغم اللوني. لاحظوا التحديدات والخطوط المنعرجة في شكل يعني تموجات ديال الخطوط، عروق كما يقال. كنصنع عروق بشكل جميل ورائع، كنحط الفرشات ونحاول ما أمكن يعني نجرها بليونة وسلاسة لكي تعطيني مثل هذه الضربات. ولاحظوا راني غيرت اللون، ضفت واحد اللون فيه البنفسجي والأصفر والأبيض دائما، لأن الأبيض خاصو يكون في الزاوية طاغي، هذه زاوية ديال الإضاءة. ثم الآن اللون الأزرق والأبيض خفيف يشبه لون السماء لكي يظهر الانعكاس في الجبل كذلك. لاحظوا اللون الأزرق كيفاش كيتوزع مع اللون الأبيض ويحدد لنا إضاءة جميلة لها تناغم لوني، انعكاسات لونية دائما مع نفس اللون، اللون السماوي أو لون السماء. ثم الآن اللون الأصفر والأحمر والأبيض أعطاني هذا اللون مع إضافة للبنفسجي، ووزعته بشكل خفيف باش دائما يبقى الانعكاس اللوني طاغي على مثل هذه الزوايا، يعني لا ساعات فقط، وكنحافظ على الألوان ديال الإضاءة. لاحظوا هذا اللون كيفاش غنوزعه على الجهة اليمنى من الجبل، طريقة باش غادي نوزع اللون، يعني غنحاول ندير كتلة من تلة في شكل نصف دائري، ثم كنسترسل في الإضاءة بشكل عروق. لاحظوا العروق اللي كنرسم هنا أحبابي كيفاش كتحدد لي ضربات الانعكاس ديال الضوء في الجبل وكيف يظهر الانعكاس. لون أصفر كريم وبنفسجي وأبيض وشيء من الأحمر القليل، ثم بالفرشات العريضة كندير اللون الأخضر اللي بدوره دخلت فيه اللون البنفسجي، أخضر ببنفسجي. لاحظوا وعطاني هذا اللون اللي قريب منه كيكون كدرجة أولى من اللون، وكنحاول نعممه على اللون البنفسجي والأزرق. وعلى فكرة أنني زدت اللون الأسود على الخليط الأول، اللون الأزرق والبنفسجي، باش يعطيني الدرجة، ولون أسود خفيف يعني ما كترتش اللون. لاحظوا ضربات المروج والحشائش الجميلة، اللون الأخضر يميل إلى اللون البنفسجي. ودائما أحبابي كنحاول ما أمكن نخرج لون من اللون، اللون الأول كنخرج منه لون ثاني وكنديرو اللون الأخضر بنكهة البنفسجي واللون الأبيض بنكهة البنفسجي وهكذا. يعني حاولوا تفهموا هذه الفكرة أحبابي باش يعطيكم دائما التناغم وشكل ضبط اللون في المنظر الطبيعي. لاحظوا ضربات ديال الجبل ديال المروج وديال الحشائش، هذه مروج على مستوى على الجبل، خففت من اللون الأخضر بإضافة الأصفر أعطاني الدرجة، ونحاول نوزعها يعني بشكل خفيف ما غاديش نعممها،
باش تبان واحد لسعة من الإضاءة على المروج اللي كاينة في أعالي الجبال، وتبان لي انعكاسات ضوئية على الجبل. لاحظوا أحبابي، يعني مراحل سهلة حاولت يعني نختصرها لكم في هذا الفيديو باش تحاولوا تاخذوا المفيد فقط. كان نزيد اللون الأصفر الآن، اللون الأصفر على نفس الطبقة ولكن أعطيته قوة، يعني كترته وكنرجع اللون الأول اللي فيه خليط من الأخضر والأصفر والأزرق البنفسجي، عطاني هذه الدرجة. لاحظوا بنفس الفرشاة كنحاول نوزع الضربات ديال المروج والحشائش على هذه التلة الجبلية اللي مخضرة بهذا اللون ديال الخضرة. لاحظوا الضربات، كنحاول نغير الضربات أحبابي بنفس الفرشاة، كندير ضربات دائرية مكتلة وضربات مسطحة على مستوى يعني أفق الجبل أو التلة، وكنملأ التلة كلها بالعشب بنفس درجة اللون وبنفس الفرشاة. لاحظوا أحبابي الضربات الجميلة اللي كتعطي دائما مثل هاد الحشائش ومثل هاد المروج. وبطبيعة الحال ما غنكتفيش بطبقة واحدة، ولكن أضع فراش للون الإضاءة من بعد كتبان لي الدرجات اللي غنستعمل. الآن فرشاة المروحة، وضفت على اللون الأول اللون أصفر خفيف، درت واحد الطبقة خفيفة من اللون الأصفر، وغنحاول نوزعها بنفس الطريقة الأولى، يعني ما كنوزعهاش على سائر التلة الجبلية ولكن ضربات من هنا وهناك باش تبان كذلك الإضاءة على مستويات في الجبل والتلة. لاحظوا توزيع ديال اللون البيستاش أو اللون الفستقي، وكنلتمس دائما الإضاءة، يعني زوايا الإضاءة في التلة باش تعطيني لسعة ديال الضوء. كذلك هنا لاحظوا اللون الأصفر، ضفت يعني طبقة من اللون الأصفر، وكندير مروج صفراء متنوعة. ودائما التوزيع اللوني خاصو يكون بذكاء ويكون بدقة وبميزان باش نحظى بمنظر واقعي رائع كما كتشوفوا أحبابي. دائما مع توزيع اللون الأخضر بيستاش أو الفستقي بفرشاة المروحة الجميلة، وإلا لاحظتوا راه كنضرب يعني يمينا ويسارا، كنقلب الفرشاة باش تعطيني من كل اتجاه ضربة. ثم كنمشي الآن المروج اللي على مستوى المياه تحت، كندير إضاءة كذلك ديال الحشائش بنفس الطبقة ديال اللون، وكنمشي في خط مستقيم من اليمين أو من اليسار إلى اليمين، وهكذا لكي أحظى بإضاءة جميلة تحت اللون الأصفر، كذلك باش يبان التنوع اللوني. ولاحظوا اللون الأصفر كيف ينسجم مع الخضرة في الجبال وطريقة الضربات ديال الفرشاة المروحة. هنا غنبدا مرحلة أخرى في يعني الجبال الخضراء اللي فيها أشجار الصنوبر. لاحظوا درجة اللون هنا أصفر كريم مع أخضر وأخضر كذلك، وبضربات عمودية من فرشاة المروحة كنضرب وكنبدل اللون من حين إلى آخر باش نحظى بأشجار متنوعة وإضاءة يعني متناغمة. لاحظوا كنبدل اللون أحيانا بإضافة الأصفر كريم وإضافة اللون ديال العمق الأول أو لون الظل الأول، ثم كنبدل الضربات نحو اتجاه اليمين أقصى اليمين بضربات يعني مائلة كيف ما كتشوفوا باش تبان المروج الخضراء متنوعة، وكذلك أشجار الصنوبر الكثيفة. وهكذا أحبابي لاحظوا دائما كنوضع في الباليت ديالي ثلاثة الألوان، نلعب بهم بطريقة ذكية
اللون الاصفر كريم، واللون الاسود والاخضر، والاخضر بيستاش، ثم العبوا بالالوان. لاحظوا هنا الاصفر كريم مع قليل الاخضر كيفاش عطى الاضاءه وكيفاش حدد لي المروج. الان الاصفر مع اللون الابيض، ودائما بفرشاه المروحه. لاحظوا توزيع اللون الاصفر في الاشجار ديال الصنوبر، وكيفاش كنطلع بلون الاضاءه، وكيفاش كتبان الاشجار ولا ساعات الاضاءه في الاشجار بفرشاه واحده. احبابي لاحظوا، يعني ما كنكلفش نفسي باش نصنع مثل هاد الضربات الواقعيه كيف ما كتشوفوا بفرشاه واحده وثلاثه الوان. كنهز من كل لون، كنهز طبقه وكنغير الضربات. هذا هو السر احبابي في صناعه مثل هاد الواقعيه. ثم كنكمل ما تبقى من المروج على مستوى الاشجار على اليسار بضربات خفيفه ولون واحد كيف ما كتشوفوا احبابي. ضربات ديال الاضاءه كنوزعها بشكل ذكي وخفيف، وما كنكلفش نفسي في كثره الضربات. الان الكراتوار احبابي او السكين، نفس اللون اللي في العمق او اللي تحت في الفراش، كنزيد عليه اللون الازرق والابيض كيعطيني الطبقه، وكندير جرات بالكراتوار باش يعطيني التحديدات ديال الجبل واضاءه، انعكاس ديال الاضاءه في الجبل. لاحظوا الاضاءه كيفاش كتنسجم. ثم الجبل في الوسط كذلك بضربات خفيفه احبابي باش نحظى باضاءه جميله والوان منسجمه كيف ما كتشوفوا. ما كنكثرش من الضربات، فقط جرات فقط. الان اللون الاسود والازرق في انعكاس الظل في المياه. لاحظوا كنجيب مثلث كيبين لي انعكاس الجبال في المياه، ثم كذلك على اليمين بنفس الطريقه كنحاول نوضع اللون بضربات افقيه وضربات عموديه باش ندمج اللون. كنجيب فرشاه مبلله بالماء وكنحاول نعطي لي اللون مساحه. ثم اللون السماوي، لاحظوا اللون ديال السماء درته كاضاءه فقط. وهذا المنظر احبابي فيه كثير من التفاصيل، ولكن اكتفيت لكم بالشيء القليل المفيد اللي غادي يعطيكم يعني ما قل ودل، وتستافدوا احبابي المبتدئين. لاحظوا الدرجه من اللون اللي كتعطي الاضاءه للمياه وكتبين الانعكاس ديال الالوان. ما زال هناك عمل يعني انعكاسات اللون الاخضر في المياه، ولكن اريدكم ان تكتفوا بهذه الضربات فقط احبابي. ونتمنى من الله تكونوا استفدتوا وخذيتوا المفيد في هذا الفيديو احبابي. احبابي في الله تفاصيل كثيره في المنظر الطبيعي، ولكن اكتفيت لكم بالمفيد باش تستافدوا. كنتمنى من الله استفدتوا من الحلقه وقررتوا باش ترسموا مثل هذا المنظر. ما تنساوش دائما الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.